صدقة الفطر بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا، وهي صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، لأن هذه هي الأطعمة كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عند البادية والحاضرة. فإذا جاء أطعمة أخرى تحل محلها يخرج منها صاع من طعام، لأن في الحديث صاع من طعام، طعام البلد الذي يؤكل قوت في البلد يخرج منه صاع. أما النقود فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها، مع أنها كانت موجودة في وقته، كانت النقود موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا عدل عنها وأمر بالصاع من الطعام؟ فنحن نتقيد بما جاء في الحديث.